احمد خلاص شخصيه اللي لعبها محمد ممدوح. بيجي في لحظه لما بيقرر يبقى هو مكان ادم بعد ما يحس بعقده ذنب انه ممكن يبقى سبب في موت ادم لما بيبقوا فاكرينه مات، وبيبتدي يروح لرشا يدور عليه عنده، فبيبقى فوق الشجره، هو بيقع في نفس المطب، هو رايح يدور على اخوه هناك فيبقى ابي فوق الشجره، فيروح هو نفس الرحله ويطلع نفس المشوار، ف ويحب رشا ويحصل له كل المشاكل دي ويدخل في عالم دوامه وادمان ومخدرات وبتاعه، وفي الاخر وهو في الاخر هو بيدور على السقوط وبعد كده الفوقان بالظبط كده. يعني كانت اللعبه عامله كده. طب هسألك سؤال بقى، والممثلين كانوا فاهمين اللي في دماغك ده؟ كنا بنتكلم في ده كتير. لا كلهم تقريبا اتكلمنا، يعني كلكم تواطأتوا عشان تضحكوا علينا؟ بالعكس، احنا كلكم شركاء في الجريمه يا تامر. يعني لحد دي جرب، خد نفس. وانا كده اقلق بقى ليه؟ اصلا ما بشوفش اصلا، فهاخد نفسين هكح وحطيت البب بسرعه، فحضرت تتراقي بقى وتضحك عليا زي ما انت كده مسكرت اول مره عندك فكره. وحصل ايه؟ اديك قلتها، ضحكت عليك واتريقت، في الاخر ما حصلش حاجه. ليش؟ نعم. بتعملوا ايه عندكم في كليه الهندسه؟ بنعمل حاجات كتير قوي. زي ايه؟ مشروع. قولي مشروع ماله؟ مشروع هندسه هنا وليه لا؟ ولا يعني احنا مش قد المقام؟ يا فندم العفو، مش قصدي. صحتك. صحتك. تحبي تعرفي مشروع ايه؟ اي مشروع فيه؟ اقول لك مشروع منخفض الاطره.